بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين النبي العربي الهاشمي الأمين. سعادة راعي الحفل نقيب المهندسين الأردنيين الأكرم، الزميلات والزملاء الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. إن المؤتمر الهندسي والذي يعقد بشكل دوري للمجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الفولتية العالية سيجري العالمية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، والتي تم إنشاؤها عام 1291، يسعى لأن تكون المنظمة الرائدة عالمياً والمختصة بالطاقة الكهربائية. رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور علي الخوالد الأكرم فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة راعي الحفل الزميل أحمد سمار الزعبي نقيب المهندسين الأردنيين، الزميلات والزملاء الأفاضل الكرام، أصحاب السعادة والعطوفة الذوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين أن أرحب بكم جميعا في نقابتكم بيت الخبرة الوطنية في مجالات علوم الهندسة المختلفة، والحريصة دائما على مواكبة التطورات العالمية في ضوء الاحتياجات والتطلعات الوطنية. وأنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل اليوم بإنجازات مهندسين وخبراء أردنيين مثلوا الأردن وقدموا أوراق علمية مميزة في إحدى أبرز المحافل العلمية حول العالم والمختصة بالهندسة الكهربائية في مؤتمر المجلس العالمي للأنظمة الكهربائية سيجري في باريس 2022، وذلك بمشاركة 3760 مشاركاً بفعاليات المؤتمر وأكثر من 300 شركة متخصصة وعارضة على هامش ذلك المؤتمر. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع شركات الكهرباء والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات الأردنية والمشاركة والمنضوية تحت مظلة جمعية سيجري الأردنية على ما تبذله من جهود حثيثة في تنظيم الأنشطة العلمية والفنية المواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية في صناعة الطاقة الكهربائية، وبالشكل الذي يساهم في تنمية الموارد والمهارات والقدرات الفنية. وإننا إذا التقينا في هذا المؤتمر الذي ناقش الكثير من الأمور الهامة من فنيات قطاع الطاقة إلى تأثيره على المجتمع والسياسات العامة ضمن سلسلة من الجلسات وورش العمل والاجتماعات الرسمية والجانبية مع العشرات من المختصين والخبراء لجذب الخبرات وتبادلها مع الأردن ونقابة المهندسين الأردنيين، حيث أبدى المشاركون اهتماماً بما يقدمه المهندس الأردني من تجربة علمية وعملية تستحق الاهتمام والمتابعة والتقدير، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الشركات المختلفة بخصوص خلق فرص تدريب وعمل لمهندسي الكهرباء داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى دعم أوراق التي تم المشاركة بها من خلال زملائنا المهندسين الأردنيين والتي أظهرت تميز المهندس الأردني وكفاءته العالية. ولا بد أن نشير هنا ومن هذا المقام إلى جهود الزملاء أعضاء مجلس نقابة المهندسين بشكل عام وأعضاء شعبة الهندسة الكهربائية على وجه الخصوص في التشبيك والتواصل المستمر والمكثف مع كافة الجهات ذات العلاقة والتي تعنى بتدريب وتشغيل زملائنا المهندسين، إذ أخذ مجلس نقابتنا على عاتقه وطرق كافة الأبواب والسبل في سبيل توفير تلك الفرص للمهندسين بما يوفر التطورات المتتالية في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المعلومات. إن المؤتمر الذي جمع قامات مميزة من جميع العالم أجمع كان فرصة حقيقية لبناء الشراكات والتشبيك وتحقيق تبادل حقيقي للخبرات والفرص التي يشهدها العالم مع تطور أزماته من جهة وعلومه واختراعاته من جهة أخرى. اليوم نحتفي بنخبة من أهم المهندسين والأكاديميين الخبراء الأردنيين الذين مثلوا الأردن وقدموا أوراقا علمية مميزة تدعو للفخر ومتابعة للعمل والإنجاز. وهنا إذ نتمنى استدامة العمل المشترك بيننا وأن تكون نقابة المهندسين الأردنيين بيت الخبرة الوطنية
الذي يحتضن الجميع ويعطي الفرصة لكافة المميزين والمحترفين من أسرة المهندسين الكهربائيين الأردنيين الكرام. وعلى صعيد التخصيص، فإن الشعب الكهربائية تبذل جهداً كبيراً على صعيد أنظمة الطاقة والطاقة المتجددة وكافة تخصصاتها وتخصصاتها الفرعية، كما تعقد العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات والمؤتمرات المختلفة التي تتناول موضوعات حول تخصصات الأمن السبراني والطاقة البديلة وأنظمة الطاقة وغيرها من الموضوعات التي تساهم في تنويع معارف المهندسين أو معارف المهندسين وجعلهم في صورة التطورات المختلفة في سوق العمل. وفي الختام، أود أن أشكر الزملاء في سيجري الأردن وسيجري باريس وذلك على دعمهم لمؤتمر الهندسة الكهربائية الذي سيعقد في شهر 5 القادم، بدعمهم بمحاضر خبير C4، ونتطلع أيضا إلى دعمهم في الأيام القادمة، لأن هذا المؤتمر حظي دائما وباستمرار بدعم هذه الشركات وهذه الجامعات والمختصين. زملائنا الكرام، أكرر التهنئة للزملاء مشفوعة بالأمنيات الصادقة بأن يتواصل تميزهم وعطائهم لتنمية وتطوير قطاع الكهرباء وخدمة الأردن الغالي، وحمى الله الأردن قيادة وشعبا، وشكرا لكم. السلام عليكم. والآن مع كلمة أمين عام جمعية سيجري الوطنية الأردنية سعادة المهندس عيد العساف الأكرم، فليتفضل مشكورا. والله السلام عليكم ورحمة الله. بداية أقدم اعتذار عطوفة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، رئيس هيئة مجلس إدارة سيجري الوطنية الأردنية، بسبب انشغاله بعمل طارئ لدى رئاسة الوزراء، ويهديكم السلام والتوفيق. نيابة عن رئيس هيئة جمعية سيجري الوطنية الأردنية، هذه الكلمة مشتركة مع الأمين العام. سعادة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي الأكرم، أصحاب العطوفة والسعادة، الزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري في هذا اليوم المبارك أن أرحب بالحضور الكرام من مختلف شركات القطاع والجامعات والمؤسسات العلمية والصناعية وأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين. لا يخفى على حضراتكم أن النظام الكهربائي الأردني شهد خلال العقدين الماضيين نمواً كبيراً، سواء كان ذلك من حيث الاستطاعة التوليدية بشقيها التقليدية والمتجددة المتمثلة في أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك نظام النقل الكهربائي وخطوط الربط مع دول الجوار من خلال الربط الدولي مع دولة مصر الشقيقة، والربط المتوقع مستقبلاً مع كل من السعودية والعراق. ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فقد سارت جمعية سيجري الوطنية الأردنية باتجاه البحث وتقديم أحدث الحلول التقنية للعالم للتغلب على التحديات التي تواجهها الأنظمة الكهربائية العالمية نتيجة دخول أنظمة التوليد المتجددة وزيادة تعقيد أنظمة التوزيع والنقل من ناحية الربط الدولي وتغيير خصائص الأحمال الكهربائية. ومن هذه التحديات التي تواجه الشبكات الكهربائية الحديثة ما يلي: زيادة الأحمال بشكل يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية، تأثير الطاقة غير التقليدية
على استقرارية وضمان ديمومة النظام الكهربائي الأردني. تأثير الطاقة غير التقليدية على أنظمة الحماية الكهربائية، المفقيد الكهربائية، وسماحية الجهد على شبكتي الضغط العالي والعالي جدا، زيادة الضغط على الممرات الرئيسية سيرس كوريدور، الخطوط الشعاعية، زيادة أطوال خطوط النقل وتأثيرها على زاوية القدرة، الطاقة المتجددة غير المرئية. وغيرها من التحديات التي تواجه الأنظمة الكهربائية، وعليه فإن شركة الكهرباء الوطنية تسعى لتعزيز العلاقة مع قطاع البحث العلمي من الجامعات والمؤسسات البحثية متمثلة بجمعية سيجري الوطنية الأردنية لمواكبة التطورات التي استحدثتها التكنولوجيا الحديثة في الشبكات الذكية وعكسها على الشبكة الوطنية. كما نسعى في هذا اللقاء إلى دعم وتعزيز الدور الفعال الذي يقوم به الباحثين الأردنيين في تقديم أفضل وأحدث الحلول للعالم من الأدوار الفعالة التي تقوم بها جمعية سيجري الوطنية الأردنية. فمن هنا ومن إيماننا بدور البحث العلمي في تحسين وتطوير الشبكات، فإننا ندعو الكوادر الأكاديمية للانخراط مع الخبرات العملية لمزج مفاهيم تؤدي إلى موائمة الشبكة المحلية مع القياسات العالمية. وانطلاقاً من حرصنا على بلدنا وشبكتنا المحلية، فإننا نوفر القاعدة المشتركة بين الجامعات والمؤسسات المحلية مع شركة الكهرباء الوطنية، وذلك بالتعاون مع جمعية سيجري الوطنية الأردنية ونقابة المهندسين الأردنيين. ولا يسعني هنا إلا أن أؤكد على ضرورة العمل بروح الفريق مع نقابة المهندسين وشركات الكهرباء والجامعات لوضع الأردن على الخريطة العالمية في مجال البحث العلمي، لزيادة المشاركة بالمؤتمرات العالمية مثل مؤتمر سيجري باريس الذي عقد العام الماضي، والذي شارك فيه كوكبة من المهندسين الأردنيين يمثلون شركات وجامعات ونقابة المهندسين الأردنيين، والذي كان لهم بصمة واضحة في فعاليات المؤتمر، سواء كان ذلك من خلال أوراق علمية أو المشاركة في ورشات العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة راعي الحفل الزميل نقيب المهندسين الأردنيين سعادة المهندس أحمد سمارة الزعبي الأكرم، فليتفضل مشكورا. مساء الخير لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرفني طبعا عطوفتك وأصحاب السعادة أنه أرحب بيك وأجمل ترحيب في نقابة المهندسين الأردنيين. وإحنا مثل هاي اللقاءات دائما بنعتز فيها، اللقاءات بترفع الرأس. إحنا من أول ما انتهى المؤتمر ورجعته والشعب الكهربائي مصر على هذا اللقاء، لكن الالتزامات وارتباطات النقابة تأخرنا عليكم، بس كل تأخيرة فيها خيرة. فقدوم كل يوم مثل ما حكينا مع عطوفة تترافق مع أمطار، فالخير معكم. إحنا لما برمجنا اليوم كان على أساس شمسة تطلع. إن شاء الله إنه هذا اللقاء لقاء خير دائما. نقابة المهندسين بالشراكات اللي بتعملها مع مؤسساتنا الوطنية ومع شركاتنا الوطنية ومع القطاع الأكاديمي هي اللي بتحدث نقلة نوعية بتفاعل الخبرات ما بين القطاع الأكاديمي وقطاع العمل. وتاريخياً وأنا يعني اليوم شايف إنه إحنا لما بنتحدث عن مهنة الهندسة والإعداد للمرحلة القادمة، كانوا شبابنا لما بتخرجوا من الجامعات مهندسين ويدخلوا على مواقع العمل وعلى المشاريع وعلى الشركات، وما كنا نسمع إنه مهندس متدرب، لأنه كان يتخرج مهندس.
وكانت المنظومة القيمية النقابية تستوعب الخريج الجديد وتحتضنه ويمر عبر مجموعة من المراحل حتى يصبح ليدر بمرحلة متأخرة من حياته. نتيجة ازدياد أعداد الخريجين الكبير والأوضاع الاقتصادية صار في تزاحم على الوظائف، وبالتالي صف رب العمل بده يختار الأفضل، فصار لازم نخش نعمل الإعداد والتأهيل والتدريب، فدخلنا في مرحلة التدريب. امبارح كنا في لقاء مع ديوان الخدمة المدنية لبحث مجموعة من التخصصات والتحديثات اللي أدخلتها نقابة المهندسين عن مسميات وتأثيرها على الوظائف المسجلة في ديوان الخدمة، لنتفاجأ أنه عدد المهندسين الأردنيين الباحثين عن عمل في ديوان الخدمة المدنية 61,000 من أصل 188، عم نحكي عن 30% نسبة المسجلين بديوان الخدمة، وبدنا نأخذ أيضا في ناس مش مسجلين بديوان الخدمة، بمعنى أنه نسب البطالة راح تكون أعلى. سوق القطاع الكهرباء بشكل عام، وأتحدث عن الشعبة الكهربائية بفروعها الثلاث، لما بنحكي عن القوى وبنحكي عن الاتصالات وبنحكي عن هندسة الحاسوب، اليوم الشعبة الكهربائية أصبحت أم الشعب، يعني أكبر من الشعبة المدنية، وهي رقم واحد في نقابة المهندسين الأردنيين. والتقنيات الحديثة والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات الثورة الصناعية الخامسة تقوم مرتكزاتها على مهندس الشعبة الكهربائية بقطاعاته الثلاث. واليوم لما بنتحدث عن البناء الأخضر والطاقة الخضراء والمباني الخضراء، بتصفي الشعبة الكهربائية هي الأساس لإحداث المشاريع ذات التنمية المستدامة والتخفيف من انبعاثات غاز الكربون والمواءمة مع البيئة، ودخلت اليوم الروبوتات في كل العمليات، وتجاوزنا مرحلة التصنيع لمرحلة الإنشاءات. الآن بلش محل عمال الإنشاءات يدخل الإنسان الآلي في هاي المرحلة. احنا اليوم نقابة المهندسين بحاجة الى اعداد وتأهيل وتدريب حتى نوفر كفاءات، ولما بدنا نوفر هاي الكفاءات ليس شرطا ان يكون للسوق المحلي، في عندنا الاسواق المجاورة وفي عندنا الاسواق العالمية. احنا اليوم فاتحين خط ساخن مع المانيا، وواصلين لعلاقات كثير كبيرة مع الشركات الألمانية، وموقعين اتفاقية مع وزارة العمل الألمانية، وفي شركات بتيجي وبتقابل شباب، وبالتالي بحاجة لإعداد وبحاجة لتطوير. في عمل كبير على سوق إفريقيا تحديدا، بحكي عن كينيا ورواندا وأوغندا، والخارجية الأردنية عم تتعاون معنا بشكل رائع للغاية. ناهيكم عن الأسواق التقليدية اللي هي أسواق الخليج، والنمو اللي بتشهده اليوم المملكة العربية السعودية نمواً هائلاً. المعلومات اللي بتيجي من السعوديين هم بحاجة لأعداد كبيرة جداً من المهندسين. أيضاً نتفائل دائماً، والأمل هو الذي يحدونا ببدء الإعمار، سواء نتحدث عن سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا. المهندس الأردني مهندس مميز، المهندس الأردني مهندس مطلوب، بس بطل مثل ما كان سابقا رقم واحد على صعيد العالم. اليوم صار ينافس المهندس الصيني والماليزي والاندونيسي، اصبح منافس كبير للمهندس الاردني، وبالتالي احنا بحاجه لتطوير وبرامج تاهيليه متطوره. ومن غيركم يستطيع توفير هذه البيئه الحاضنه لمهندسينا بخلق الفرص للتدريب والتاهيل، سواء عبر الشركات او عبر المؤسسات. احنا لما بنكرمكم بنكرم انفسنا، وبنحس انه احنا فريق واحد، بعيدا عن بعض الاخفاقات اللي بتشهدها النقابة احيانا في بعض الملفات، لكن هناك ملفات عديدة بترفع الراس، وبتضل نقابة المهندسين هي النقابة الاولى على صعيد الوطن العربي. وانا بعتقد المهام اللي بتقوم فيها نقابة المهندسين، لا يوجد نقابة على الكرة الارضية تحمل الملفات اللي بتحملها نقابة المهندسين، بحكي على صعيد وطني وعلى صعيد نقابي وعلى صعيد مهني والأدوار اللي قاعدة بتقوم فيها. بكرر ترحيبي فيكم مرة أخرى، ودائما تبقوا متألقين سواء كنتم في هذا البلد أو مثلتونا في الخارج، وأهلا وسهلا.